كابتن عادل كان ليك تعليق وكابتن هاني بيتكلم على موضوع برضو الارقام القياسيه. طيب انا ما يعني رجعنا لك اهو عشان انت كان عندك عايز تتكلم. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا سمعت الكابتن اسامه بيتكلم على كل اللعيبه. ايوه انا مش هعيد الكلام طبعا. ماشي. انا عندي ملحوظتين بس. الملحوظه الاولانيه يمكن انا اتكلم في من وجه اخر. اول حاجه هتكلم عليه وظائف اللاعبين في الملعب. يعني احنا لما بنيجي نعمل احصائيات عشان بس نفهم الساده المشاهدين، لما بتيجي تعمل احصائيات مثلا بنقول رامي ربيعه بيلعب بدماغه 200 وكذا كوره عشان دي وظائف مركزه. ايوه. فلما بيجي هو اعلى واحد بالوظائف مركزه هو بالنسبه للانديه او بالنسبه للاعبين التاني في السرد باك. كويس. زي مثلا افضل ارقام لو انت عاوز تتكلم عليها فهو عمرو السوليه السنه دي. ايوه. افضل ارقام لاعب في النادي الاهلي. ليه؟ لانه عمل حاجات مش من مهام وظيفته. بمعنى يعني عمرو السوليه ده ديفندر. ايوه. مش بيلعب تحت المهاجمين زي قفشه. ايوه. جايب 7 اهداف مثلا. ايوه. فده رقم رايح حته ثانيه مش مكانه. فده رقم يعتبر رقم عالي قوي بالنسبه له. وعمل 6 اسيست. تمام. حاجه ثانيه عمرو السوليه الوحيد اللي في النادي الاهلي السنه دي ثبات مستوى. لو انت اديته رقم او اديتهم من 10 هتلاقيه ما بين ال6 وال8 كل مبارياته. ما تنساش محمد الشناوي برضه. لا انا لا انا لحظه انا انا جاي انا بتكلم على ليه عمرو السوليه. عمرو السوليه من اللاعبين اللي السنه دي تفوق على نفسه تماما. بتكلم على لاعب محمد الشناوي كحارس مرمى انا هتكلم عليه بعدين، ويمكن محمد الشناوي ده حبيب قلبي يعني بتربطني بيه علاقه قويه جدا، لاني يعني كان حظي ان انا اللي جبته النادي الاهلي الفتره الاولانيه. فانا عاوز اقول لك ان عمرو السوليه من افضل اللاعبين هذا الموسم في النادي الاهلي على الاطلاق، علشان هو اشتغل في اماكن مش بتاعته. عمرو السوليه تفوق على نفسه تماما. يمكن عمرو السوليه كان بيدي النادي الاهلي زياده لاعب دائما، لانه كان بيلعب ديفندر وكان احيانا يطلع تحت المهاجمين واحيانا بينزل وهو بيلعب نفس الطريقه، يعني تطور كتير.